ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم رح ناخذ وحدات الطول غير القياسية. سنتعرف كيف نقيس أطوال الأشياء باستعمال وحدات غير قياسية. أي القلمين أطول؟ كيف أتحقق من صحة إجابتي؟ عندنا قلم أصفر وقلم أخضر، كيف رح نعرف القلم الأطول؟ سنضع قلمين بجانب بعض ونلاحظ الأطول. القلمين متساويين، حتى نعرف قياسهم بدنا نحطهم جنب بعض. يمكنني قياس أطوال الأشياء باستعمال وحدة قياس مناسبة مثل المكعب أو مشبك الورق. هذا القلم بدنا نشوف كم مكعب قياسه. حطينا 4 مكعبات، هو طول القلم 4 مكعبات. رح نستخدم القلم الثاني باستخدام المشابك، بدنا نشوف كم مشبك طول القلم. طلع معانا 5 مشابك، طول القلم تقريبا 5 مشابك. طبعا وحدة المكعب تختلف عن المشبك لأنهم هم وحدات غير قياسية. كيف أقيس طول شيء باستعمال المكعبات؟ هذه الملعقة الخشبية سنقوم بقياسها باستخدام المكعب. أول إشي بدنا نحدد أطراف الملعقة، بعدين بنحط المكعبات ونشوف كم مكعب استغرق طول الملعقة. لاحظوا كيف المكعبات موجودة؟ إذا كم مكعب طلع لنا؟ 9 مكعبات طول الملعقة. استخدمنا المكعبات في قياس الملعقة الخشب. الآن هذا القلم سنقوم بقياسه باستخدام المكعبات. شوف كم مكعب طول القلم الموجود عندنا؟ 5 مكعبات. إذا اختلف طول الملعقة عن طول القلم، الملعقة 9 مكعبات والقلم 5 مكعبات. استعمل مكعبات لأقيس الطول. عندنا قلم لونه أحمر طويل جدا، بدنا نشوف كم مكعب طول القلم. لاحظ المكعبات، 4 مكعبات، 5 مكعبات، 6 مكعبات، 7 مكعبات، 8 مكعبات، 9 مكعبات، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 مكعب طول قلم الرصاص اللي لونه أحمر. 19 مكعب طوله. تعالوا نشوف القلم الحبر لونه أصفر كم طوله بالمكعبات. 4 مكعبات، 5 مكعبات، 6 مكعبات، 7 مكعبات، 8 مكعبات، 9 مكعبات، 10 مكعبات، 11 مكعب. إذا طول قلم الرصاص 11 مكعب. أستعمل مشابك الورق لأقيس الطول. عندنا ريشة، بدنا نشوف كيف كم مشبك طول هذه الريشة. مشبكين، 3، 4، 5، 6 مشابك. إذا طول الريشة 6 مشابك ورقية. شوف الريشة الثانية، بدنا نشوف كم مشبك طول الريشة الثانية. تقريبا كم مشبك تتوقعوا يطلع عدد المشابك الريشة الثانية؟ هي 3 مشابك، 4 مشابك، 5 مشابك. إذا الريشة الثانية أقصر من الريشة الأولانية. تمام؟ إذا تختلف وحدات القياس من مكعب إلى المشبك. المكعب أقصر من المشبك، إذا تختلف وحدات القياس. المشبك بيختلف عن المكعب. قاست مرام طول لعبة سيارة باستعمال مكعب، إجت معها 3 مكعبات طول السيارة. وثم قامت باستعمال المشابك وقاست السيارة، فكان طول السيارة بالمشابك 5 مشابك. إيش سبب اختلاف قياس طول السيارة في الحالتين؟ هي قاست السيارة بالمكعبات، إجوا 3 مكعبات. إذا اختلاف وحدات قياس الطول اللي استخدمتها مرام في قياس السيارة المشبك والطول هم كانوا سبب اختلاف الطول. المشبك طويل ورفيع، المكعب قصير ومربع.